وليس من حق أحد أن يقول للثائرين والمقاومين أنكم على خطأ. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ليس عليهم سبيل أن يلاموا ويقال لهم أنتم تقابلون العنف بالعنف، بل من حقهم أن يردوا ذلك الباطل وذلك العدوان. ولا عدوان كما يقول الله إلا على الظالمين. ليس هناك كلمة لوم ينبغي أن توجه ولا لحرف ولا أقل من حرف ضد من يردع الظالم ويرد عدوانه. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير أولئك لهم عذاب أليم. هذا هو قرآن الله الناطق يتحدث عن قضيتنا في البحرين وكأنه نزل في قضيتنا. لا ينبغي أن يتوجه اللوم إلى شبابنا المقاومين فيكونوا هم المدانون، ويكون اللوم عليهم، بينما طغاة آل خليفة الذين يعنفون الناس ويدخلون البيوت ويهدمون المساجد ويقمعون الناس ويقتلون الناس لا لوم عليهم. هم بدأوا بالعنف وليتحملوا هذا العنف المضاد لهم. هذه الثورة ثورة حق بقرآن الله قامت وستبقى. وليس من حق أحد أن يخالف كتاب الله بقول من هنا أو هناك. كتاب الله هو الحاكم وهو سبيلنا للنجاة.